شاء الله الانتاج ده احسن حاجة في الدنيا، كونك ان انت تكون بتعمل حاجة سواء صناعة في اي مادة او حيوانات او خيول او ان انت كونك ان انت تنتج بيكون حاجة محترمة جدا جدا جدا. ان شاء الله ده هدف القناة في الاول وفي الاخر، ان انت تشوف الزغاليل صحة كويسة، لان كل واحد فينا بيربي لمزاجه وبيربي عشان يفرخ. لو ما فرخش مزاجه هيكون دايما متعقد. اتمنى ان الناس اللي بتتابع الفيديوهات باهميه وشايفه ان هي ممكن تستفيد او فعلا بتستفيد من القناه، اتمنى ان هي تدعم الفيديو بلايك وتشير الفيديو لو تقدر. ان شاء الله دلوقتي هنتكلم مع بعض على الزغلول اللي هو شفناه مع بعض الافريكان من يومين، اللي كان عنده كانكر وكان ضعيف. هنشوفه مع بعض وصل لايه ونكمل بقيه الفيديو. خلينا نبص بقى على الزغلول الافريكان اللي كنا بنعالجه من كام يوم لو تفتكروا. بصوا بقى وشه رايق ازاي ما شاء الله عليه، واكل اكله معتبره جدا جدا من الحضان زي ما احنا شايفين كده. حلقه هتلاقوه بيلمع، بصوا ده بقايا، بس ده بقايا اكل، مش كانكر. كانكر خلاص خلص الحمد لله، انما دي بقايا اكل مثلا لو جبتها بصباع هتيجي، بس هو باين على وشه طبعا، يعني فرق النتيجه باين على وشه. وابتدى ايه صدره قرب يرجع تاني زي ما كان، ما شاء الله عليه. العلاج زي ما قلنا كده، المايكوسبكتين حقن في الصدر شرطتين وربع حبايه فلاجيل. لو مفيش مايكوسبكتين فلاجيل مش مشكله، ربع حبايه 250 بس، بيشغل المايكوسبكتين بيشغل الفلاجيل في اي حاجه. ليه برضو؟ لان ناس سالتني بتقول لي طب لو فرد الحمام فيه افرازات في بقه برضو مع الكانكر، طب عارفين ليه؟ لان الكانكر خلاص كشف المناعه، فبالسهل ان انت تلاقيه بيسهل، وسهل ان انت تلاقيه عنده ريم في بقه. ليه برضو؟ لان الريم ده بيكون افرازات ناتجه عن التنفسي، فاهمين الفكره؟ وزرقه بيبقى متغير برضو ناتج عن التنفسي. فانا لما بديله المايكوسبكتين مع الفلاجيل خلاص انا ظبطت الدنيا، وبحافظ على الجرعه، وان شاء الله بالطريقه دي الاقي الزغاليل بتاعتي بحافظ عليها على قد ما اقدر. اعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم مع بعض وهنشوف التركيبه اللي عملتها ما بين اليمني وما بين الجعفري. طيب التركيبه دي غرضها ايه؟ غرضها ان انا اخد الانتاج ده اربيه وابدا ان انا اشغله حضان علشان الجعفري، لان الجعفري حجمه بيكون صغير عن اليمني وبيحتاج حضان معامله خاصه، خصوصا المستوى العالي بيكون اصغر في الحجم. طيب ده الحجم بالنسبه لليمني وما بين الزاجل العادي، زي ما احنا شايفين فرق الحجم طبعا واضح. فبالتالي احنا عايزين حضان اصغر من اليمني للجعفري. خلينا نشوف الدكر اللي ركبته على النتايه دي. ابتديت ان انا اختار دكر مستوى متوسط وابتدي ان انا اركبه على النتايه. ليه؟ لان انا مش هستفيد حاجه لما اجيب دكر مستوى عالي واركبه على يمني عشان اقلل المستوى بتاع الجعفري عشان اخده حضان. ده بيبقى اسمه يعني ده تركيب من اجل حضان، مش تركيب من اجل رفع مستوى. ومن هنا ان انت تقدر بالجيل الاول تقدر ان انت تاخد نتيجه كويسه تبدا تشتغل بيها. خلينا نشوف الدكر وهنعرف مع بعض التفاصيل اللي احنا بنتكلم فيها دي شكلها ايه. بس اتمنى الناس اللي هي بتتابع القناه وبتقول لي وبصراحه بشوف تعليقات حلوه من ناس كتير، اتمنى ان الناس تساعدني في نشر القناه ونشر الفيديوهات عشان القناه تبدا تزيد مع الوقت. ثواني بس بطلع الدكر الجعفري الاب. زي ما قلت لكم كده ايه، برضو مش فارقه اللون، يعني اللون مش بيكون فارق. ليه؟ انا عايز حاجه اهو ده الجعفري. بصوا الدكر الجعفري مقارنه باليمني قده في الحجم او اصغر منه شويه. خلينا نشوف كده الاثنين جنب بعض. خلينا برضو نركز، انا جايب الفرده الزاجل دي علشان تشوفوا فرق الحجم ما بين الحمام وبعضه. كده احنا بنلعب في الاحجام الصغيره عشان هنشيل دي ونبدا ان احنا نركز مع اليمني. بصوا اليمني الجعفري وحجمه مع اليمني عامل ازاي؟ الاثنين قريبين من بعض، فانا كده ماشي كويس. يعني هاخد حمامه مستواها طبعا مش للبيع مستوى، لا احنا بنتكلم كتحضين. يعني انا عايز ايه؟
عايز يعني شوفوا عظم الجعفري ده، عايز اطوله شويه يكون اقصر شويه من اليمني. طب هل ده هيجي سهل؟ مع التفكير ومع الوقت لو اخترت العده المناسبه هيجي. خلينا نشوف بقى الانتاج بتاعهم عامل ازاي. وبالمناسبه هم دول اكبر اتنين، يعني في انتاج تاني منهم بس لسه صغير شويه. خلينا ندخل دي بقى عشان ايه ما نتزاولش، اللي هي الزاجل البيضه. خلينا نبص كده بقى مع بعض، عايزين بقى نركز. ده الانتاج بتاعهم، بصوا عامل ازاي، بصوا العظم عامل ازاي، اصغر من اليمني وايه اكبر من الجعفري. بص ثواني يقفوا كده وياخدوا وضعهم، يعني شايفين الاب والام في النص والابناء على الايه على الجنب. جاب حجم اصغر من اليمني، فاهمين الفكره اهو، بصوا الفكره اهو قد الاب بالظبط بس واخد وش اليمني على ايه صغير. طيب ده في الحضان ينفعني كتير جدا جدا في الايه في الجعفره. ليه؟ لان الجعفره زي ما قلنا كل مكان المستوى اعلى كل مكان الحجم بيقل. يعني شايفين الدكر ده اهو واقف كويس ومستوى بالنسبه لناس كتير مستوى كويس، بس هو مستوى متوسط. خلينا نقرب تاني، ادي الانتاج وادي الاهالي. قصرت العظم وعملت ايه؟ صغرت الحجم لفرد الحمام. ليه؟ عشان اخد حضان يجيب لي عقل صوابع. خلينا نبص كده عليهم كده على ما اجيب فرد جعفري تاني مستوى اعلى نحطه وسطهم ونتفرج على الفكره اللي انا بتكلم فيها. ليه؟ انا محتاج حجم صغير زي كده. والحمد لله هبتدي ان انا ايه ادخلهم مع بعض، يبتدوا ان هم ياخدوا بعض عشان يبتدي يتحضن تحتيهم. بصوا زي ما احنا شايفين كده هدخل فرد جعفري تاني بس مستوى عالي في وسط الحمام ده. هتفهموا اللي انا بقول لكم عليه ليه، لان الزغلول بيطلع من البيضه عقله اصغر من عقله الصباع. ثواني خليه ينزل براحته عشان ده ارعن. بصوا الحجم بقى، هو الجعفرة فيها الخصلة السودة دي. بصوا الحجم اصغر ازاي. هي الفكرة بيبقى الزغلول طالع عقلة صباع، وده ده فرد حمام كبير. بس اهو بصوا بالنسبة للذكر العين اكبر الجسم اصغر، يعني العين اكبر دي مشكلة كمان. ليه؟ علشان بيبقى العظم مش واخد راحته في الاكل وهو زغلول، فاهمين الفكرة؟ فهو التهجين زي ما قلت كده بيكون لاسباب. سبب انك انت تجيب حضان لحاجه عاليه فتستخدمها على حاجه عاديه علشان تطلع مستوى ضعيف يخدم المستوى العالي في التحضين، يا اما تجيب حاجه مستوى عالي جوز مع بعضه مستوى كويس ودم كويس وشكل بعض عشان تعلي المستوى، وده الافضل حاجه. النوع الثالث ان انت بتركب نوع على نوع علشان تعوض خلل، زي ما عملت مثلا في النفاخ الجديتانو مع الاخن. ليه؟ كان عندي ذكر من هنا وانتهى من هنا، ركبتهم مع بعض الاثنين النفاخ جابوا حاجه كويسه. فانتوا شايفين بقى الفرق الحجم عامل ازاي في الجعفري الثاني. هو ممكن الناس ما تلاحظوش في الكاميرا قوي بس هو على الطبيعه بيبان، فاهمين اهو وسطهم اقصر حاجه. بس اتمنى ان الناس ما تبخلش باللايك والشير زي ما اتفقنا، واتمنى يكون عجبكم الفيديو، واللي عجبه الفيديو يا ريت ما يبخلش بالشير واللايك، وان شاء الله الفيديوهات الجايه هتكون فيديوهات اقوى من كده بكتير. واشوفكم فيديو جديد ومع السلامه.